بيسعدنا أن نستضيف في سهرتنا الليلة الصحفية والناقدة السينمائية المعروفة الأستاذة إيريس ناصبي. أهلا بك فندم. بتذكري حضرتك أول لقاء بينك وبين فريد الأطرش؟ هذا لقاء لا ينسى طبعا. طبعا انت عارفة زمان احنا كنا شباب وأشقية، وكانت من ضمن أمانينا ان احنا نلتقي بكبار النجوم والقمم. وعلى فكرة النجوم زمان كانوا نجوم، يعني الواحد كان يقف قدامهم يعني يخاف، يعني كان نجم، يعني نجم مش أي كلام يعني. فكانت من ضمن أمنياتي ان انا اعمل حديث مع فريد الأطرش، وكلمته بالتليفون. فطبعا ما فيش اتنين يختلفوا على صوت فريد الأطرش. فرد صوت أستاذ فريد، لا الأستاذ مش موجود. قال لأمر لحضرتك مين؟ قال لي أنا الطباخ. فقلت لا ده الخبر ده. فكنت بكتب صفحة. حسيتي من الصوت ده صوت فريد؟ صوت فريد. أنا بقول ما فيش اتنين يختلفوا على صوته. فكتبت خبر كده في برواز صغير، أستاذ فريد. قال له أستاذ فريد، أنا الطباخ. فبعد ما نزل العدد بكده بصيت لقيت عامل التليفون عمال يدور عليا، أستاذ فريد عايزك، أستاذ فريد عايزك. قلت الله ده الخبر جاب نتيجة. بس فكلم الحقيقة، فريد كان إنسان ذوق جدا ومهذب جدا. فقال لي يعني حقيقي مش أنا اللي كنت بكلمك، ده الطباخ. وعلى العموم دي فرصة كويسة إن إحنا نتعرف ببعض، وياريت يعني إذا كنت تحبي تيجي تشرفيني في أي وقت. كان لقاء تاني يوم قبل تاني يوم. فريد يعني من ضمن مواصفاته إن هو إنسان طيب جدا وتلقائي. وأول ما تقعدي معاه، أولا قابلني بالجلابية عادي خالص. أول ما تقعدي معاه تحس إن مفيش حواجز بينكم. وأول ما يقعد على طول يشتكي لك همومه، كأن مثلا هو يعرفك من زمان قوي. وكأن يعرف كل يعني هو بيفترض فيك إنك أنت عارفة كل حاجة عنه. فابتدي يقول لك شوفي كاتبين إيه عني، شوفي النقاط كاتبين إيه، شوفي بقى. تحس إنك أنت بقى بيحملك مسؤولية إنك أنت لازم تدافع عنه. فبالصدفة التليفون رن ورد علي الطباخ. فاستعجبت جدا ان الطباخ متقمص شخصية فريد الأطرش بالظبط زي صوته. قلت لا يعني الفعل انا تسرعت، انما التسرع ده جاب نتيجة كويسة. فريد الأطرش لم يتزوج، فهل يا ترى كان له رأي خاص في المرأة؟ فريد الأطرش كان ليه رأي في الحب والزواج. يعني هو كان دايما يقول ان انا يعني في كذا حديث، طبعا الحديث تولد بعد كده بعد اول لقاء. فكان برضو السؤال التقليدي عن الحب والزواج والمرأة. وطبعا كانوا حياة فريد الأطرش كان الكتاب المفتوح، يعني ما كانش بيخبي اي حاجة عن اصدقاء ولا اي معرفة ولا اي حاجة. وكان معروف هو بيحب مين، ويمكن كلنا نعرف الشخصيات اللي احبها فريد الأطرش. ولكن هو كان ليه رأي في الجواز والحب. ايه كان رأيه؟ هو بيقول لك ان انا اتخلقت علشان احب، وان انا اتعذب في الحب، وان انا ابكي ودموع دهان اللي انا ببكي بها بتطلع على شكل انغام. دي فلسفه خاصه. دي فلسفه خاصه. اما اقول له طب ما هو مثلا الاستاذ عبد الوهاب متجوز. يقول لك لا، عبد الوهاب يعني متفرغ اكتر مني، انا بغني بعمل حفلات، مهتم بالافلام والاستعراضات والحاجات دي. انما الاستاذ عبد الوهاب يعني متفرغ اكتر مني للالحان. فهو كان بيفضل ان هو يعيش كعاشق مشرد عن ان هو يعيش كزوج مستقر. يا ترى لماذا لم يلحن فريد الأطرش لعبد الحليم حافظ؟ لا هو لحن، بس لحن بالفعل، لحن بالفعل، بس ما تمش اللقاء بينهم. يعني ليه بقى يا فندم؟ وطبعا حضرتك عارفه كان في يعني تنافس بين فريد الأطرش وبين عبد الحليم، وكان ده لي اصدقائه من النقاد والصحفيين، وده لي اصدقائه. وكانوا الصحفيين يحبوا يتخذوا يعني ماده من تصريحات فريد الأطرش وتصريحات عبد الحليم، وكل واحد يقول رايه في الثاني لاشعار المنافسه. يعني كانت ماده صحفيه ظريفه بالنسبه للصحفيين وكده. فجاء في حوالي سنه 63 كامل الشناوي اقترح على الاثنين ان هم يتعاونوا او يطلعوا في عمل فني مع بعض، فريد يلحن لعبد الحليم. دي كانت اول بادره.
تاني بادرة جت أمال فهمي الصحفية المعروفة طبعا، عملت لقاء بينهم، إذاعية الإذاعية المعروفة متأسفة، عملت لقاء بينهم في على الناصية، وكل واحد طبعا قعد يعني يشعر في الآخر. جاء بقى فريد طبعا حاول يختار كلمات الأغاني، فاختار أغنية زمان يا حب، مرسي جميل عزيز، ويا ويلي من حب ويا ويلي لحسين السيد، ولحن الأغنيتين. لحنهم أصلا لعبد الحليم حافظ. أصلا لعبد الحليم، وجا عبد الحليم راح زار فريد الأطرش، وابتدى فريد يدندن على العود ويسمعه اللحن ده واللحن التاني. قال له إيه رأيك تغني أنهي أغنية فيهم؟ قال له غني الاثنين. طيب طبعا الأغنية بتحتاج لتشطيبات، لتغييرات، يعني طبعا أنا مش خبيرة في الموسيقى، إنما يعني كان طبعا في دور التشطيب تحضير الأغنية. جه فريد حصل له هارت أتاك سنة 67، واتنقل على لندن، وعبد الحليم حصل له نزيف وبرده نفس الحكاية. الفترة بقى دي زي ما تقولي طالت شوية، وفريد يعني بعد عن مصر في الفترة ده هي، والموضوع زي ما تقولي هدي شوية الموضوع. عشان بقى يرجع الموضوع تاني بقى محتاج تبص تلاقي يعني برضو في أولاد الحلال اللي بيقول كلمة كده كلمة كده، يعني طبعا بيرجعوا بيفرق بينهم تاني، بيفرق بينهم، وده يبقى شايل من ده وده شايل من ده. بتذكري حضرتك آخر لقاء مع فريد الأطرش؟ الحقيقة كان آخر لقاء كان بيصور، هو كان قاعد في بيروت فترة، وكان ابتدى فيلم نغم في حياتي مع ميرفت أمين، وجه علشان يكمل المشاهد الأخرانية في الفيلم. وكان التصوير في مصر الجديدة، ورحت عشان خاطر أسجل اللقاء ده صحفيا. كان بقالي مدة ما شفتش فريد الأطرش، كان غايب عن مصر. لقيت فريد خس بطريقة يعني بقى هيكل عظمي لدرجة ان انا اتخضيت. وبعدين قال قام مثل المشهد مع ميرفت، وكان بيرقصوا ما اعرفش ايه في الفيلم، ويقول لها كلمات غزل وبتاع، بيحاول يعني ان هو يستمر. يعني هو دايما كان يقول ان انا يعني هغني او لغايه اخر، هو طبعا كان مغني اكتر او ملحن اكتر من ممثل، دي كانت في الدرجه الثانيه، يعني هي كانت كل اغاني كل افلامه كانت يعني متصبه على الاغاني، اطار بيحتوي الاغاني. فبعد ما خلص المشهد جاء قعد وكده، وقعد يشتكي برضه من الصحافة. كان هو أياميها خاطب سلوى القدسي، شوفي بيقولوا إيه على خطيبتي وبتاع ما أعرفش إيه، والصحفيين وعملوا شغلانة وما فيش أبدا أي خلاف بيننا ولا أي حاجة، يعني برضه بيعيش مأساة، يعني يحب يعيش مأساة. بس وبعدين بقول له يا استاذ فريد، يعني انت بقالك كتير غايب عن مصر، بقى مش ترجع بقى وتبتدي بقى يعني تشتغل وتقدم اغانيك اللي احنا يعني نسيناها وكده، وعايزين اغاني بقى جديده وكده بتاع. قال لي شوفي انا يعني عشت طول حياتي في مصر، وحموت وحدفن في مصر، وفاتت الايام وبعد شهرين رجع فريد الأطرش واتدفن في مصر زي ما وعد، زي رغبته بالظبط. وطبعا يعني هيظل يعني فريد الأطرش نغم في حياتنا، يعني كل كلمة حب مقترنة بفريد الأطرش.